خد مثلا ايش بدك تاخذ زي درايفر سبيشال اي او كارز تكمل بي اس زي درايفر الستيبر تمام ايش رايك ناخذ احنا ستيبر موتور درايفر كامل كجهاز كامل فلو جينا احنا هون بدنا نشتري احنا ستيبر موتور درايفر سيستم يعني سيستم كامل فانت بدك تشتري مثلا بدك تشتري ستيبر موتور ومعاه بدك تجيب الدرايفر كامل مع الباور سبلاي يعني بدك سيستم هون كامل يكون هي الكارد تبعت السيستم هذا بيطلع منه مثلا خمس تيرمينالز وهذول هون بنشبكوا مع ستيبر موتور وهذا مثلا في له باور سبلاي هلا بدنا نشوف ايش هذا فالكارد هذا بيجي باور سبلاي وبيجي طبعا هون كنترول سيجنالز يا امتى انت بتبرمجها خلينا نحاول نفكر ببعض الاشياء هون مثلا لو اجينا على السايز كاباسيتي فورس مثلا ايش احد الاشياء اللي ممكن بتهمني هون مثلا بالهذا التورك مثلا التورك ممكن يكون ممكن يكون اول شيء مثلا اقول بدي تورك من هذا ستيبر موتور وخلينا نقول مثلا فرضا هذا ستيبر موتور بده يكون التورك اللي اعطيني اياه مثلا 2 نيوتن متر حجمه متوسط هو مش صغير يعني يمكن يكون بهذا الحجم تقريبا ستيبر موتور 2 نيوتن متر هاي بالنسبة للأولى مثلاً هلأ وجينا بدنا نطلع على إشي منطقي بالنسبة للرامز هلأ السيفتي يمكن ما يكون في إشي كتير بالسيف بس الريلايبيليتي مهمة والأفيلابيليتي مهمة فممكن أنت تقول مثلاً أنا بدي أفيلابيليتي لهذا السيستم منطقياً مثلاً يعني مفروض يقدر يعطيني 98 مثلاً 0.2% availability هذا رقم منطقي واقعي مش هذا المفروض هو يقدر في المواصفة يعطيني رقم زي هيك طيب بالنسبة للمين الريلايبيليتي مين تايم بتوين فيلير ام تي بي اف مين تايم بتوين فيلير يعني انا بتوقع انه يشتغل مثلا لمدة 20,000 ساعة اون افريج مثلا قبل ما يخرب فممكن نقول مين تايم بتوين فيليرز مثلا 20,000 hours of operation هذا رقم منطقي طبعا هو مش راح انه يمشي 20,000 ساعة ويخرب الافرج لو انا جبت سريت مجموعة كبيرة من هدول وركبتهم في مناطق مختلفة في السيستم تبعي اون افرج راح الاقي انه بين كل 20,000 ساعة حركة لهذا الجهاز طبعا اذا عندي مجموعة من الاجهزة راح يصير كل واحد منهم له هذا الرقم من هون راح يكون فيه الفيلير راح يكون فيه فيلير بعد طبعا هاي hours of operation مثلا جيد سيستم داينامكس هلا ممكن يكون عندي سيستم داينامكس من هون مثلا ما بعرفش هلا هذا الجهاز بالذات انا ما حددتش مثلا شيء محدد يمكن بعتمد اكثر على الابلكيشن اللي موجوده هون بس مثلا ممكن يكون اذا انا مثلا ماخذ هون ممكن احدد فرضا اوفر شوت اذا كان الاوفر شوت مهم طبعا هذا بعتمد مش بس على هاي بعتمد كيف انا بصممها بدنا ناخذ احنا فيدباك فيمكن السيستم داينامكس هون صعب اني احدد شيء محدد بس فرضا مثلا ممكن الاوفر شوت يوم يكون عندي الرايز تايم مثلا الرايز تايم بدي اياه يكون اقل من او يساوي مثلا 0.5 اوف ا سكند فرضا والاوفر شوت يكون اقل مثلا من 15% هذا مثلا مثال عليها لو انا استعملته كسيستم داينامكس بعد ما اصممه يمكن تو بي انفير انه انا اطلب من المزود هون يعطيني هذول السيستم داينامكس بس انا حطيتهم كمثال لانه انا اللي بدي اصمم السيستم بس احنا بنخليها هون كمثال سيستم داينامكس ورح نيجي بعدين نشوف التصميم التفصيلي لانه كمان اتذكر انه سيستم داينامكس بيعتمد على البلانت وانا مش منطق اني اطلب من الصانع يعطيني شيء هو مش عارف شو البلانت اللي بدي اتحكم فيه أربعة هذه جيده واضحه هون عندي هون في ريزولوشن واضحه مش هيك عندي عدد الستبس هلا هذا ممكن يعمل مايكرو ستيبينج اوكي الكل فاهم عرف اخذته عن المايكرو ستيبنج وحكيت لكم عن المهندس مايكرو ستيبنج بس ممكن انا مثلا اطلب هون مثلا تكون دلتا ثيتا تساوي مثلا 0.9 ديجريز او عدد ستيبس بير ريفولوشن هذه عباره عن الريزولوشن تبعتي تساوي مثلا 400 ستيب بير ريفولوشن اللي هي 0.9 ديجريز على فكره من هون مثلا او ممكن اطلب انه هذا يعمل مايكرو ستيبنج اشتري نوع من مايكرو ستيبنج يعني ممكن اكون انا حاطط في المواصفه بدي فول ستيبنج هاف ستيبنج وفي اجهزه من هدول في اجهزه من هاي بقدر اشتريها درايفر هذه ميزه انك تشتري الدرايفر فول ستيبنج مثلا هاف ستيبنج وممكن تحدد كمان مايكرو ستيبنج وبدك تحدد ايش الريزولوشن اللي بدك اياها من هون كمان نفس الشيء كان احدد بالنسبه للاكيورسي والبريسيجن احط رقم معين مثلا بس احنا هون ركزنا مثلا على الريزولوشن User friendliness هلا مثلا هذا الجهاز جيد انه يكون فيه له USB interface مضبوط
بدل ما انا اقعد اكبس اشياء واحرك السويتشز من هون، جيد يكون معه سوفت وير ومعه يو اس بي انترفيس. فانا ممكن ابرمج الكارد مثلا تكون جاهز، وبعدين افك اليو اس بي ويكون برمج الكارد جاهز. فمثلا يوزر فريندلنس يكون في مثلا يو اس بي بورت مع سوفت وير مثلا. كمان مثلا باليوزر فريندلنس على فكره ما يكون البلاج مثلا، هاي من الشغلات كثير بتصير، البلاج اذا فكيته وجيت ارجع اركبه الاقي فيه له اكثر من طريقه في التركيب، هذا سيء جدا. فاهمين شو الهاد؟ يعني نفرض طلع سلك من هذا المحرك والسلك هذا بده يركب على البورد، جيت انا فكيته وبدي ارجع اركبه مره ثانيه، وجدت انه ممكن يركب بهاي الطريقه وممكن يركب بهاي الطريقه، ممكن هذا البلاج ابدله مع هذا البلاج وهذا البلاج ابدله مع هذا البلاج، هل هذا يوزر فريندلي؟ ممكن اروح اغلط اركبهم الاثنين وينحرق السيستم. المفروض انه اذا هذا مثلا عليه هون بلاج او سوكت وعليه بلاج وسوكت يكونوا هدول كودد، بحيث انه مستحيل هذا السلك اقدر احطه هون او هذا السلك اقدر احطه هون. فاهمين؟ هاي نقطه مهمه جدا في السيستم. الكلر كودينج بس عاده احنا بنمنعه، حتى بنمنعه هو حتى لو حاول يدفشه يحطه ما بركبش معه. هاي بتلاقيها في كثير اجهزه زي هيك، غساله مثلا، افرض غساله بتصلع غساله فكيتها وبدلت الكرت رجعتها مرة تانية، إذا حاولت مفروض إنك تلاقي ما بركب البلاج غير في مكان الأصلي اللي كان موجود فيه وبالاتجاه الصحيح. كمان من اليوزر فريندلنس لو أنا مسكت السلكين هذول حطيتهم شورت سيركت، غلط. أنا بقول إنه غلط أعمل هيك، بس إذا هو يوزر فريندلي والسيستم جيد وتصميمه جيد، إيش المفروض يعمل؟ يكون في أوفرلود بروتكشن، فيفصل السيستم وبعطيني إيرور وبضل إيرور لحد ما أرد أعمل ريسيت للسيستم. إذا مثلا يو إس بي سوفت وير إيرور بروتكشن، مثلا error connection او connection error protection، انه بيمنع الهاد انه يكون في خطا معين في الوصل، وممكن يكون كمان output short circuit protection. مثلا ممكن كمان يكون السيستم محمي انه اذا هذا هون باخذ 12 فولت دي سي فرضا، لو انا جيت بدل ما اشبك بلس 12 فولت شبكت ماينس 12 فولت ممكن يعطيني ايرور مثلا او يحمي السيستم من هون، بحيث انه هذا بنسميه فول بروف. فول ايش معنى فول؟ احمق. ففول بروف يعني لو الشخص خطا اخطا في هذا بكون السيستم ما بخرب السيستم معي بسهوله. اذا هاي بالنسبه لخمسه. سته الانرجي كونسومشن، هلا احنا صعب نحدد، احنا نعرف رقم معين هون بس احتمال هو يعطيني قديش الكرنت اللي بسحبه من هذا السيستم اي مثلا، ومحكي نحدد مثلا انه ممكن ما انا ما احدد، ممكن اساله اطلع في سبيسيفيكيشن يكون مثلا هو بيستهلك مثلا 100 واط مثلا في استهلاكه للطاقه لهذا السيستم. كوست طبعا هون بهمنا الكوست، التكلفه قديش تتوقع مثلا سيستم زي هذا المفروض يكلف لو كان ستيبر موتور مع الدرايفر تبعه؟ اقل من 100 دولار يعني بالحدود. طبعا هلا بتفاوت حسب السيستم والهذا، بده يتراوح بهذه الحدود مثلا، يعني يمكن يكون من 100 ل 800 دولار سيستم زي هذا حسب الحجم. تذكر انه هذا التورك عالي، ها نسبيا عالي بالنسبه لهذول المحركات، احنا ما بنحكي عن هذول المحركات الصغيره الصغيره اللي هي بالمايكرو نيوتن متر، هذه هون 2 نيوتن متر، فنسبيا عالي السعر هاي التكلفه. بس طبعا بدك تطلع تشوف حسب ايش اللي متوفر معاه، هل بيجي معاه باور سبلاي ولا انت بدك توفر له الباور سبلاي تبعه، هل بيقدر ياخذ 220 فولت مثلا هو يحول لدي سي. 8 جيد بالنسبه للسبيس والويت والحجم، ما بدي هذا الكرت. فمثلا ممكن اشترط مثلا انه الكارد مع المحرك مثلا يكون اقل الوزن او الماس تبعته يكون اقل مثلا من 0.5 كيلوغرام كومباكت، والفوليوم مثلا تبعه ما يكون مثلا اكثر، مثلا الدايمنشنز تبعته ماكسيمم دايمنشنز يكون مثلا 200 ملم في 400 ملم فرضا، الكرت مثلا ما يكونش اكثر من حجم معين لانه بدي اركبه في مكان معين، فانا مشترط هون السبيس والسايز والويت. طيب اي بي ريتنج، هلا هون هاي الصعوبه، هاي اذا اعطيني هو الكرت احتمال يعطيني الكرت مفتوح او ممكن يكون حاطه في علبه. هلا شيء منطقي ممكن انا اطلب مثلا انه يكون اي بي 54، هذا رقم منطقي. يعني اي بي 54 مش لا هو كثير، ما بدي اياه سبمرسبل ولا بدي اياه كمان يكون تدخل له دست، اي بي 54 رقم منطقي من هون. اي بي 54 ممكن انزل ل 23 بس اي بي 54 رقم منطقي من هون بالنسبه لهذا، فبكون هذا في علبه ما راح يجي برنتد سيركت بورد لحاله، راح يكون في العلبه. وهلا في علبه بفرجيكم اياها لستيبر موتور درايفر موجود عندي. اخر شيء هلا عندي 10، طبعا هون هذا انا بس حطيت الانجرس بروتكشن، المفروض في الانفايرمنت ايش كمان احط؟ مثلا التمبرتشر امبيانت
بدها تكون فرضا اقل من او 40 درجه مئويه المفروض يشتغل. اذا انا عندي ظروف محدده وعارف انه بده يشتغل في ظروف صعبه لازم احط احدد مثلا افرض 70 كانت المكان اللي بدي احط فيه كان 70 بالهيوميديتي مثلا ريليتيف هيوميديتي ممكن يتوصل عندي مثلا فرضا انه بالابلكيشن تبعتي 80% لازم اكون محدده هذا او بدي اشوف هو ايش بعطيني ايش الاوفر اللي بعطيني فيرساتيليتي هلا انا مش خاطر ببالي شيء هذا ممكن مثلا يكون يقدر يتحكم بالبوزيشن اند سبيد طبعا ممكن في اضافات ثانيه تكون تطالب عليه مثلا نوع من الفيدباك فرضا فيدباك معين مثلا لانه ستيبر موتور حتى لو انا اعطيته بلسز معينه ممكن ما بضمن انه يكون يتحرك بنفس السرعه او البوزيشن هذا اللي موجود